السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم جماعه الخير في القناه، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتكم، لو اول مره تزوروني نقول لكم اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يصلكم كل جديد، وما تنسونيش فقط فضلا يا عمرا بصمة على الفيديو باش يوصل كلامنا وتوصل رسالتكم للمسؤولين. فقط خلوا الشيء اللي تطلبوه والشيء اللي حابينه من الدوله تاعنا. اذا هذه الفئه متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، هذه الفئه اللي تستحق الرعايه الصحيه، لازم توفر لها خدمات صحيه للمتقاعدين، للاسر تاعهم ضمان اجتماعي، وفي العلاج يكون تاني ممنوح لهم. هذه الفئه تهمشت من الزيادات، لانهم كانوا خلوا لي تعليقات في احدى الفيديوهات قالوا لي احنا قصاونا هذا العام من هذه الزياده. علاش تم اقصاء هذه الفئه من الجزائريين متقاعدي الجيش؟ ما عرفناش علاش. يبقى السؤال مطروح، نتمنى من المسؤولين يخرجوا في فيديو ويصرحوا ويقولوا لهذه الفئه علاش تهمشت. الناس راهي في يعلم بها غير ربي سبحانه، والناس راه في ضيق، ما عادوش قدروا على القدره الشرائيه اللي راهي في تزايد، واسعار راهي في الغلاء رايحه ونزيد. لازم هذا الفئه ما تبقاش مهمشه، لازم نعطوها كل اهتماماتنا. ما ننساوش انه هذه الفئه قدمت الكثير والكثير للبلاد. احنا نعرفوا باللي التضحيات الجسيمه اللي قدمتها فئه متقاعدي الجيش للوطن كان فخر لينا واعتزاز للشعب الجزائري كل، عطاو من قلبهم وضحوا بنفوسهم، ضحوا بحياتهم بصحتهم، غير باه البلاد هذه تكون في حمايه. فما يمكنناش ان نغفلوا ولا نتهاونوا عن دورهم الحيوي في تاريخ الجزائر. قدموا تضحيات كبيره علاش باهي بلادنا باش يحافظوا عليها ويحافظوا على شعبها وعلى سلامه ارضها. وصل الحال آن الأوان للفئة هذه باش المسؤولين في هذا الشيء ينصفوها ويعطوها يد المساعدة. ومن هذا المنطلق نوجه نداء للمسؤولين، مسؤولين في دولتنا، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باش يلتفت لهذه الشريحة ويقدم لها يد المساعدة. نتمنى إن شاء الله تكون هناك عناية صحية خاصة بهم، توفر لهم الرعاية اللازمة ليهم والأسر نتاعهم، تقدم لهم كذلك أمور تكون ترفيهية، أمور اقتصادية اجتماعية خاصة بهذه الفئة، لأنها راهي الطالب قال احنا وين رانا من هذا الناس اللي مستها الزيادات، الناس اللي فرج عليها ربي وحنا ما زلنا ما عطاونا والو، حنا مشنا ولاد الجزائر، حسوا بهذاك النقص وهذاك الظلم. يطالبوا بزياده طبعا في التقاعد تاعهم، هذاك الدعم المالي يكون يناسب احتياجاتهم الحياتيه، يكونوا قادرين على القدره الشرائيه اللي راهي في ارتفاع. حبوا كذلك خدمات خاصه ليهم تناسبهم، وكذلك ممكن انه يعملوا لهم تكريمات، فعاليات تكريميه، برامج ترفيهيه اجتماعيه، هذا الامور تاع انسان متقاعد رانا نعرفوها. حقيقه انا تمنيت هذه الزياده كانت تمسهم كذلك، علاش ما مستهم زياده ما فهمناش. حيبقى السؤال مطروح، نتمنى ان شاء الله من السلطه تاعنا ولا من المسؤول يخرج ويكلم هذه الفئه باش يفهمها وينحي هذاك اللبس وهذاك الشك اللي يكتل فيه، الشك اللي داخله انه البلاد حقراته. اذا نحبوا ان شاء الله الصوت تاعنا يوصل المسؤولين. يا مسؤولين انصفوا هذه الفئه وشوفوا النقائص والمطالب اللي حبتها، نوصلوا انشغالاتكم استفساراتكم، حنا نحاولوا كصناع محتوى نوصلوا مطالبكم، الشيء اللي تكلمتوا عليه. واكيد وانا متاكده ان دولتنا مش راح تنساكم،
راح يكون هناك موقف، وموقف جميل جدا، راح ينصفوكم وراح يعطوكم يعني يدبولكم المطالب نتاعكم. فقط ما تفشلوش، دوما ابقوا طالبوا، واكيد هناك جمعيات كذلك راهي واقفه معاكم يعني على قدم وساق باه تساعدكم وتعاونكم وتوصل كلامكم للمسؤولين نتاعنا، وان شاء الله فيها خير. عليكم خاوتي تخلوا تعليقاتكم اسفل الفيديو وتطالبوا يعني مطالبكم الشرعيه يعني بكل شفافيه، باش ان شاء الله الفيديو هذا يوصل للمسؤولين وينصفوكم ويعطوكم الزيادات اللي راكم تتمنوها. ان شاء الله نكون وفيت وكفيت في هذا الفيديو، ان شاء الله صوتي وصوتكم يوصل للمسؤولين ويشوفوا ليكم بعين الرحمه. وننتظروا من رئيس تبون عبد المجيد تبون عمي تبون كما عودنا، واقف مع الشعب واقف مع الحق دوما وابدا. ما بقى لي نقول لكم غير تهلاو في رواحكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.